وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. نال الشيخ محمد أيوب شهرة واسعة من خلال جمال صوته وطريقته في التلاوة، ما جعل تسجيلاته تصل إلى أبعد مدى في العالم الإسلامي. قام مجمع الملك فهد بتسجيل القرآن كاملا بصوت الشيخ محمد أيوب قبل أن يتولى توزيعه في دول العالم. توفي الشيخ محمد أيوب في العام 2016 بعد مسيرة حافلة بقراءة القرآن وإمامة الناس في الحرم النبوي الشريف.